على مدار التاريخ في أي انتخابات أي حزب بيفوز الأغلبية في البرلمان وفي الرئاسة، أي انتخابات محلية بعدها بيعاقب بنزول نسبته. ليه؟ لأنه الوعود الانتخابية بعضها بيكون لم يتحقق، أو الناس بيحصل لها نوع من الإحباط بشكل أو بآخر فبتعاقب الحزب. وأعتقد أن امبارح ده حدث في إحجام حوالي 6 مليون أو تحديدا 4 مليون صوت لم يذهبوا من الأصوات التي ذهبت من قبل. فهذه العقوبة أعتقد أن هي لم هي متكررة في التاريخ، وكان لها استثناء واحد سنة 2009 في تركيا، لكن هذا لم يتكرر لا في تركيا ولا بغير تركيا. النقطة المهمة اللي لازم أوضحها لحضرتك أن السبب الرئيسي في هذه النتيجة هو معاناة المواطن من أثار التضخم ومن سياسة محمد شمشك وزير المالية الذي طلبت من الحكومة التركية عزله فورا، وأن الرئيس أردوغان يستفيد مما حدث في إنه يعزله فورا ويعود إلى السياسات الطبيعية التي كانت عليها، لأن نسبة التضخم ما زالت كما هي بالرغم أن الفوائد وصلت 50%، وبالتالي التضخم ده يعني الغلاء ويعني معاناة الرجل الشارع. السبب المهم جدا اللي هو ترك التحالف مع حزب أربكان، وهذا كان له سبب انه احد قيادات الحزب العداله والتنميه الحقيقه افتدت التفاوض مع فتح أربكان، وايضا انا طلبت اقصاء هذا الرجل الذي فشل في التفاوض مع حزب أربكان الذي طلب ولايتين أرناؤوطكوي وسلطان بي لكي يستمر في التحالف، ولكن وايضا طلب بعض الطلبات الاخرى غير المنطقيه، لكن فتح أربكان استطاع ان يكتسب 4% من اصوات العداله والتنميه حينما قفز من 2% إلى 6% قفزة غير طبيعية. هو تلاعب على المتساقطين من جعبة الحزب الحاكم واستطاع الاستقطاب. طبعا النقطة الستة والسابعة ما يتصل بسياسات الهجرة والمهاجرين وسياسات تجاه غزة وأثر ذلك على يعني تناقص التعاطف الإسلامي سواء في الداخل أو في الخارج، وافتقد الدعاء من أهل الهجرة ومن أهل غزة، وافتقد أيضا الدعم الرباني حينما دخل في سياسة الربا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فأذنوا بحرب من الله. فيعني أعتقد أن هذه رسالة للرئيس بالعودة عن سياسات الربا، بإعادة التحالف مع أربكان، وبإعادة وضع استقبال المهاجرين وموقفه من غزة أن يكون بشكل يرضي كافة الأطراف بشكل أفضل. صحيح. أنا بهذا اكتفيت ووضحت ما أريد. جيد جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد مطر على هذه المشاركة الهامة والمفصلة معنا في التغطية الحية للقناة التاسعة فيما يتعلق بنتائج انتخابات البلدية التركية.